بعد أكثر من 4 أشهر على انطلاقه، المستكشف الإماراتي راشد أصبح في مدار القمر على متن المركبة الناقلة اليابانية هاكوتو آر بانتظار استكمال التحضيرات لعملية هبوط ناجحة. آي سبيس، الشركة اليابانية المصنعة للمركبة الناقلة، وثقت نجاح المراحل 8 التي مرت بها رحلة المركبة على أن تكون المرحلة 9 هي عملية الهبوط المرتقبة. أما المرحلة 10 فهي التأكد من استقرار عمليات التواصل مع المركبات المنقولة ومنها المستكشف الإماراتي راشد والنجاح في تقديم التغذية الكهربائية لها. نحن مسؤولون عن نقل المستكشف راشد وإنزاله على سطح القمر وتسهيل عملية إرسال المعلومات من المستكشف راشد عبر الفضاء إلى كوكب الأرض وتحديدا إلى غرفة العمليات في مركز محمد بن راشد للفضاء. رحلة المستكشف راشد تحظى باهتمام في كل مكان يقصده المختصون وعشاق الفضاء في اليابان. القمر هو بوابة ساحرة لدخول الكثير من الدول إلى عالم الفضاء، ولذلك يتابع الكثير من اليابانيين مسيرة هذه الرحلة ويتمنون لها النجاح، وخصوصا أنها مثال رائع على التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء. وستكون مختلف وسائل الإعلام اليابانية والعالمية على موعد مع نقل حي لوقائع عملية الهبوط. من الإمارات إلى اليابان تتجه الأنظار نحو الفضاء بانتظار نجاح مشترك مع هبوط مركبة النقل اليابانية وبدء عمل المستكشف راشد على سطح القمر. نجيب الخش، تلفزيون دبي، من يوكوهاما.